أسأل الله أوقاتكم، هل في رجوع بينك وبين الشخص الذي في بالك؟ فكر بهذا الشخص وكرر اسمه. هذا الشخص قال لك كلام جارح أو تصرف تصرفاً جارحاً. هذا الشخص نادم جداً على أفعاله وعلى كلامه معك. سيعود لك هذا الشخص بكل حب واشتياق. وسيتواصل معك قريبا. وسيوضح لك أمور كثيرة أنت لا تعرف عنها. البعض منكم كان في علاقة ثلاثية. هذا الشخص حبه لك حب حقيقي وصادق. وهو يريد أن يحل المشكلة التي بينكم لكي يستمر معكم في العلاقة. شكرا للمتابعة ودمتم بخير.